السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه. اللي جدد على القناه واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده وعلى التعليق الزوينه اللي كتخليو ليا. بسم الله، انا غادي ندير معكم هنايا واحد المسمن مخمار كيجي رائع وكيجي ساهل بدون دلك. بسم الله، هنا كندير جوج سليف ديال الدقيق، الدقيق الابيض اللي كيكون من نوعيه جيده. وهنا الا درت جوج سليف كندير زلافه الا ربع ديال الدقيق الفينو. انا هنايا عيني ميزاني، ولكن نتوما الا بغيتو ديروا هكا بالكاس كتعبروا يعني جوج كيسان ديال الدقيق الابيض كديروا معاه نص كاس ديال الفينو. هنا كندير الملحه وكندير شويه ديال السكر وواحد هكا واحد القبيصه ديال الخميره. هذه الا ما كنتوش غادي تخليوه كنتو غادي توجدوه في ظرف 10 دقائق صافي. كنجيب الماء اللي كيكون دافي وكنخلط العجينه. هنا كنخلط حسب يعني القوام، انا عيني ميزاني غادي نوريكم القوام ديالو. ما كنقصحوش بزاف وما كنرخفوش بزاف، الا رخفناه راه ما كيتجمعش لينا، الا قصحناه راه كيجينا شويه قاصح ما كيتطلقش. كنخليو العجينه هكا بين وبين، ومني كنكونوا هكا الماء كيكون دافي او كنديروه من الصنبور دابا الحال سخون صافي. كنجمع هكا العجينه كيف ما قلت لكم راه ما كندلكوش، وغادي نديرو في واحد الاناء هكا ديال البلاستيك صافي. ونغطي عليه كندهنو بشويه ديال الزيت ونغطي عليه، كنخليه واحد 10 دقائق فقط. كنجيب هنايا الزبده غادي نغطيها ونخليها، وكنجيب هنايا واحد 100 غرام ديال الزبده وكنخليها حتى كطيب مزيان ما كيبقاش فيها داك الماء صافي. كندير شويه ديال الزيت نباتيه وكنضيف عليها هاد الزبده بعد ما كتولي هكا نوازيط، وكنضيف عليها هكا واحد 6 غرام او 7 غرام ديال خميره الحلوه ومعلقه واحده ديال الفينو فقط باش كيجينا هكا المسمن خفيف. كندير شويه الزيت في واحد الاناء صافي. ها العجينه ديالنا هي راه مطلوقه، هانتوما شفتوا معايا القوام ديالها كيفاش داير، راه ما دلكناها ما والو غير جمعناها. وكنبدا ندير هكا كويرات صغار راه كيجي ساهل، يعني اللي ما تعرفش هكا تصايب المسمن راه كتصايبو او الملوي صافي. هنايا جمعت هكا داك الكويرات الصغار وغادي نبدا ندير كويرات كبار، يعني كل كويره صغيره كندير معها كره كبيره. انا هنايا درت ملويات كبار ما درتش الملوي صغير، هانتوما وحده صغيره وحده كبيره، دائما وحده كندير معها وحده صغيره وحده كبيره. كنزيد عاوتاني كنجمع الثانيه صافي، كنستمر عليهم بحال هكا وكنجمعهم كنديرهم بقياس واحد كما قلت لكم، وحده صغيره مع وحده كبيره صافي. كنستمر عليهم حتى كنكملهم، وغادي نديرهم هكا في واحد الاناء وكنحطهم ونغطي عليهم واحد الكيس بلاستيكي باش ما تقروش لينا هكا العجينه صافي. غادي نغطيها ونرجع معاكم صافي. هنايا غادي نبدا كنقرص، كنسرح الاولانيه، كندهن بالزيت دائما. ملي كندهنوا طاوله العمل كندهنوها بالزيت وكنصور عليها بحال هكا حتى كتولي طاوله العمل هكا كتبان. قد هنا الكاميرا صافي، راه هي تقدت معنا المسمنه كامله، يعني هدرت الكبيره هي اللي سرحت والصغار كنحتفظ بهم صافي. كنبدا نجبد الجوانب بحال هكا، في الوسط ديالها ضروري كنضغطوا عليها مزيان باش بحال هكا ما كتبقاش غليظه من الداخل ديالها.
صافي. هنا غادي نجيب واحد القطاعه، هاد القطاعه عندي كنقطع بها بحال هكا المسمن، وعندي الموس هنا الا بغيتو تقطعوها، اللي عنده القطاعه كيقطعها بحال هكا، كتجي على شكل بحال هكا، على شكل رزيزه. اللي بغى يقطعها بالموس راه كيقطع، كيعطيها وقتها بالموس، او ديك القطعه ديال البيتزا حتى هي راه كتقطعها اللي كتكون دايره. انا عندي هاد القطعه صافي، كنقطعها بحال هكا كامله، وكندهن بالزبده، كنخلط هكا الزبده والزيت، كندير واحد الدهنه هكا خفيفه صافي. غادي نبدا نجمع بحال هكا الجوانب، كنجمعها، درت هاد السباتولا بحال هكا كنجمع بها. غادي نبدا نجمع الجهه الثانيه، وكنستمر عليها بحال هكا حتى كتجمع ليا كامله. هنا غادي نجبدها شويه، وكنبدا كنلويها هكا صافي. غادي نحطها على جنب، غادي نصوب الثانيه، غادي نصوب معكم الثانيه. كنسرحوا العجينه حتى كتبان طويله العمل، ضروري ما نسرحوا هكا العجينه. صافي حتى كترهف بحال هكا، نتوما شفتوا الفقاعات راه هي تبارك الله، راه ما دلكناها ما والو، راه شفتوا معايا. صافي هنا كندير الموس بحال هكا، الا بغيتوا ديروا الموس راه كديروا الموس، ها هو كتحضيو معاه بحال هكا. ما بغيتوش ديروا الموس راه كديروا القطعه الا عندكم، راه كتجي رقيقه احسن، ولا القطعه ديال البيتزا صافي. وكندير ثاني الزبده والزيت، ندير دهنه خفيفه صافي. كنبدا نجمع بهاد السباتولا بحال هكا، كنجمع هكا الجوانب حتى كتجمع ليا كامله، كنسرحو صافي. وكنبداو نلويو، ما كنكرزوهاش باش كتبقى هكا محلوله صافي. بعد ما صوبتهم كاملين، عندي هنايا سبعه ديال الملويات، غادي نسرح هاد المسمنات الصغار، كنسرحهم حتى هما حتى كتبان طويله العمل، وكنطويهم بحال الا كنطوي مسمنات صافي. وكنحط على جنب، ندير الثانيه، غادي ندير شويه الزبده، هاد الخلطه اللي كندير بحال هكا راه كتجي زوينه صافي. وكنجمع على شكل مسمنات هكا مربعين حتى كنكملهم صافي. كنشد الاولى وكن هكا كنورقها مزيان، كنرققها، وكنجيب هاد الملويه كنحطها الوسط ديالها، وكنبدا نجمع هكا في الوسط. هادو الا بغيتو البنات بحال هكا ديروهم بحال هكا في المقله، او كديرهم حتى في الفران كيجيو زوينين. انا غادي نطيبهم معكم في المقله صافي. كندير بحال هكا الوسط ملويه، وكنجمع حتى كنكمل الكميه اللي عندي صافي. الفراح ديالنا او المقله الثقيله راه بدات كتسخن صافي. كنقرص، كنقرصوا الوسط. دابا حنا ملي كنقرصوا راه كنقرصوا من الوسط، وكنخرجوا هكا الاعلى صافي. كندهن وغادي نرمي صافي. بعد ما كنرميها يلاه كنرميها، كتشد شويه صافي، وكنقلبها ما كنخليهاش تعطل حتى كطيب صافي. انا غادي نقلب، وكنبداو نطوروا فيها، كندورها هكا في الجوانب، وكنخليها طيب، كنمهل عليها شويه العافيه، ما كنخليش العافيه مجهده باش كيطيب من الداخل على خاطرو صافي. كان بعد ما كتكون طيب هذه كنقرص الثانيه. انا هنا كندير هذا الورق بحال هكا ديال الزبده، كيعاونني في الهزان ديال المسمن، وكنزيدو نطيبو هكا الجوانب صافي. المسمنه ديالنا راه طابت، او الملويه. غادي ندير الثانيه، كيجي ساهل
وتل بنيات هكا المبتدئين يقدروا هكا يوجدوا المسمنات او يوجدوا بحال هكا الملويات. ثم شفتوا معايا كيفاش كيجي. وهنا ما تنسوش الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناه اللي جداد على القناه، وما تنسوش لي واحد التعليق جميل الله يجازيكم بخير، وما تنسوش ديروا لي التعليق من اي بلد كتابعوني. كنقول لكم بالصحه والراحه، والملوي ديالنا ها هو موجود، وكيف كيف ما كيقولوا والدينا كيجي راشي بحال هكا ومحلول. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.